ازرع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم صغار المزارعين. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق المبادرة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية. 100,000 مزارع من صغار المزارعين تستهدفهم المبادرة. 150,000 فدان تستهدف مبادرة ازرع استصلاحهم وزراعتهم بالمحاصيل الاستراتيجية. 8 محافظات تضمها مبادرة ازرع، 5 منها في الصعيد و3 في الوجه البحري. محصول القمح مستهدف رئيسي من مبادرة ازرع في المحافظات. تعمل المبادرة على توفير تقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية. تتضمن المبادرة تدريب المزارعين على أحدث وسائل الإنتاج وتقديم الدعم الفني. تستهدف مبادرة ازرع النهوض بأحوال المزارع المصري وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.